اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم وصفه جديده، لكن كما وعدتكم في اول كل حلقه ان شاء الله غادي نبين لكم قناه وكتستحق انكم تعرفوا عليها وتشجعوها، اللي هما هذه القنوات اللي غتشوفوا الان امامكم، باهيه لوكس وقناه كنزه المهمه. هاد القنوات هذوك كتشوفوا محتوى ديالهم كثير رائع ومختلف، وكنشوف المحتوى ديالهم يعني واحد المحتوى اللي يستحق تشجيع. لذلك كنطلب منكم انكم تدخلوا لهاد القنوات هادي اللي وريتكم وتشجعوهم، لان ممكن غدا او بعد غدا تكون القناه ديالك هي اللي موجوده في هاد الشاشه هادي، وان شاء الله حتى هي تكون تلقى تشجيع من المشاهدين. اذا كي شفتوا قنوات جميله محتوى رائع، ما عليكم الا انكم تدخلوا وتشجعوهم بطبيعه الحال. اذا ندوزو ونشوفوا محتوى اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم ان شاء الله غادي نجد معكم واحد الطبق اللي كثير شهي كيعجبني انا بزاف، اللي هو طبق داوود باشا. هذا الطبق هذا معروف عند دول الشرق ومعروف عند الاتراك، لذلك غادي ندوز معكم وغادي نشوفوا طريقه التحضير بطبيعه الحال بطريقه جد مبسطه. كنطلب منكم انكم ما تبخلوش علينا بجيم وبارطاج والاشتراك. البارطاج شيء مهم جدا، انكم الناس اللي كاينين معنا ديما كيشاهد معنا، كنطلب لهم انكم او كنطلبكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش علينا بلايك، وندوزو نشوفوا المحتوى ان شاء الله. بالنسبه لهذه وصفه داوود باشا، اول حاجه نحتاجو لحم مفروم، يعني احتاجو تقريبا واحد 400 غرام ديال الكفته وطبيعه الحال حسب الاشخاص. هنا غادي نحتاجو ملعقتين من قزبره ومعدنوس مفروم او قزبره ومعدنوس مفروم، غادي نحتاجو نصف بصله مطحونه صغيره، ملعقه كاري صغيره، ملعقة فلفل أحمر حلو صغيرة، ملعقة صغيرة من قزبرة حبوب مطحونين، ملعقة صغيرة غير ممتلئة من الزنجبيل، كمون نفس الكمية ملعقة صغيرة، فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة طبيعة الحال، الملح حسب الذوق. بالنسبة للبهارات، إلا عندكم البهارات السبع أو بهارات اللحم تقدروا تستغنوا عليهم كاملين وتضيفوهم ما عدا الفلفل الأحمر والملح طبيعة الحال. حبة ثوم، نخلطوا هذه المكونات كاملين على شكل هكا، ونجدوا منهم كريات صغيرة. بعد ما وجدنا الكفته كي كتشوفوا، درنا تقريبا قليل من الزيت، تقريبا واحد 3 ملاعقات حسب حجم المقلاه، يعني فقط بغينا يكون واحد 2 مليمتر ديال الزيت كافيين. هناك اللي كيدير كميه كبيره وكيقلي فيها، لكن لا داعي، فقط هذاك ضياع من الزيت. هنا بعد ما اول حاجه تكون المقلاه غير لاصقه، وغادي نحاولوا نديروا الزيت كي قلنا كي كتشوفوا بهذا الحجم هذا، يعني ماشي كميه كبيره. غادي نحاولوا نحطوا هاد الكريات على شكل هكا، ما نحركوهم بتاتا، نبقاو محطوطين على الشكل اللي حطيناهم. بسم الله، طوم شويه بلا ما نرميوهمش، الا رميناهم هذاك الزيت غادي يترش علينا وغادي يحرقنا. نحطوا حتى وحده وحده بشويه علينا. هاد الكفته هادي بغيناها فقط ان تحمر من جهه، ماشي انها تطيب. تحمر تاخذ لون من جهه ونقلبوها للجهه الثانيه كتشوفوا هنا على شكل هكا. غادي نقلبوها، نحاولوا نقلبوا دائما الكفته اللي بدينا فيها هي اللي غنبداو نقلبوها. اذا غنحاول نقلب هذه الكفته كامله وغنرجع معكم. بمجرد ما نشوفوها تحمرت غادي نحيدوها، ما نخليوهاش طيب. علاش؟ لان هذه الكفته هذه غتكمل الطياب ديالها في لاصوص. الا هي طابت بزاف في الزيت ومن بعد طيبناها في لاصوص، غتجينا هذه الكفته قاسحه. لذلك خصنا نخليوها رطبه كتشوفوا، يعني باقي رطبه، ونحيدوها. بسم الله، على هذا الشكل هكا في نفس المقلاة اللي طيبنا فيها. كتشوفوا هنا بطبيعة الحال غنحاول نضيف البصل،
واخا كتشوفوا هذا اللون بني فهو فقط من هذوك لي سوك نتاع او هذوك بقايا نتاع اللحم، لذلك هما اللي كيعطيو واحد الطعم لهائل في هذه الوصفه هذه. فقط ما يتحرقوش، هنا كتشوفوا بمجرد ما مسوا الماء نتاع البصل الى وانهم يعني تحيدوا من القاع نتاع المقلاه اللي خدمنا بها. وغادي نضيفوا بطبيعه الحال نفس البهارات اللي درنا في المراحل الاولى، قليل من الكاري ما نكثروش، يعني ربع كميه اللي درنا كافيه، كزبره، قليل من الملح، فلفل اسود، بابريكا او تحميره، كمون، والقليل من الزنجبيل. هنا غادي نمرقوا صلصه الطماطم او الكولي ديال الطماطم. هاد الطماطم هذه يا اما انكم تحنوا الطماطم وتضيفوها لهاد لاصوص هذه، يعني بعد ما تحيدوا القشره ديالها وتحنوها وتضيفوها، يا انكم تشروها جاهزه، يعني واحد الطماطم عادي جاهزه هكا، اولا تجيبوا مركز الطماطم وتحلوه بالماء، يعني تضيفوا تقريبا واحد 3 ملاعق كبار من مركز الطماطم وتضيفوا لهم واحد ربع لتر ديال الماء وتشوفوا الكثافه ديالو. الا شفتوا انا باقي يعني جاريه بزاف فلا باس انكم تضيفوا لها القليل من مركز الطماطم. ولا شفتوا هاد الطماطم مركز الطماطم اللي شريتو يعني حامضه، هنا لازمكم انكم تضيفوا ملعقه سكر لهاد الصلصه هذه. هذا هنا بمجرد ما نحسوا ان هاد لاصوص يعني انسجمت مع هاد المكونات غادي نرجعوا الكفته للصوص وغادي نخليوها طيب على نار مهيله. كنقولها نار مهيله، ما تكونش نار مجهده، غنخليوها على نار مهيله وبطبيعه الحال غنحاولوا نحطوها بشويه عليها كتشوفوا هكا، وغادي نخليوها طيب. اذا غندوز معكم المرحله المواليه ونخلي هذه الكفته انها طيب بطبيعه الحال. في الاثناء لان الكفته كطيب، طبق المرافق اللي كيكون معاه او الكارنتور ديالو اللي هو كيكون الارز، الارز بالشعريه بطبيعه الحال. غادي نحتاجو هنايا زبده مع سمن عربي، هنا الارز كيبغي الزبده تكون شويه كثيره، تقريبا واحد ملعقتين من الزبده وملعقه صغيره من السمن العربي. فهاد الاثناء فاش كتكون عندنا الزبده كتذوب غنضيفو ليها الشعريه، ضروري هاد المرحله ما نخليوش الزبده تسخن عاد نضيفو الشعريه، خص الزبده والشعريه يضافوا في نفس الوقت. هنا تستعملوا اي نوع من الشعريه عندكم. وفي هذه الاثناء هذه فاش الارز غادي نوجدوه ضروري يكون عندنا ضعفي كميه الارز من الماء الغليان او مرق الدجاج يكون غليان. هنا غادي نحاولوا اننا نحمصوا هذه الشعريه مع الزبده والسمن العربي، ما عندكم السمن العربي تكتفيوا فقط بالزبده. غادي نحاولوا اننا نحمصوا مزيان هذه الشعريه حتى يكون عندها لون شبيه بلون يعني بني، ما نحرقوهاش، فقط بغينا يكون عندنا لون بني. لكن قبل ما نوصلوا لهذيك المرحله غادي نضيفوا الارز حتى هو انه يتحمص معهم او انه يتشحر معهم كما كنقولوا. السر هنا في هذا الارز باش يجينا مزيان ضروري تكون كميه الزبده شويه كثيره. هنا غادي نحاول انني نضيف الارز، بسم الله، كاس ونص هكاك كتشوفوا الشعريه خدات اللون ديالها. هنا غادي نضيف قليل من الملح حسب الذوق بطبيعه الحال. هاد الشعريه كتعطي واحد الطعم كثير رائع لهذا الارز بالاخص ملي كتحمص عندنا، وحتى في المنظر ديالها كيكون رائع بمعنى الكلمه في التقديم ديال هذا الارز. انا اول مره فاش شفت هذا الشعريه مع الارز كيتحمر قلت واه كيفاش كيحمروا الشعريه مع الارز، جاني شيء غريب ما تفهمتش ليا. ولكن من بعد ما دخلت هذا الطبق مع الاخوه وفي المدرسه وهذا شفت بان عندها واحد الطعم كثير اللي رائع، من ثم وليت حتى انا كنحاول نطيب دائما الارز بالشعريه كذلك. هناك كيطيب الارز بالشعريه، كاين اللي كيطيبو بالعدس، كاين يعني هناك طرق عديده لتقديم الارز. هنا غادي نحاول نضيف الماء او مرق الدجاج اللي عندكم
بكمية مضاعفة للأرز. يعني درنا كأس الأرز غنديرو كأسين من الماء، درنا 3 كيسان من الأرز غنديرو 6 كيسان من أو 6 كؤوس من الماء. إذا غنحاول نضيف الماء ونرجع معكم. إذا كتشوفوا بعد ما ضفت الماء غادي نحاول أنني نغطي عليها ونخليها على نار مهيلة تقريبا مدة 7 دقائق حسب نوعية الأرز، وغادي نتلقى معكم بعد قليل بطبيعة الحال. إذا هذا هو الأرز كتشوفوا يعني طاب. هنا نحاولوا أنني نفتحوا هاد الحبيبات على شكل هكا، وغادي نغطيو عليه نخليه يرتاح تقريبا لمدة ربع ساعة حتى يتضاعف الحجم ديالو بطبيعة الحال. ورائحة شهية بطعم هاد الشعرية اللي فيه وهاد الأرز هذا. نعيك اللي درتوه معها مرق الدجاج أو مرق البقر كذلك ما كيتاش مشكل، كيكون واحد الطعم اللي كتير غني. إذا غنحاول نغطي عليه الآن وغادي نخليه يرتاح بطبيعة الحال واحد ربع ساعة بما نجد الطبق. الآن غنوريكم الكفتة كيفاش أصبح الشكل ديالها. إذا كتشوفوا الكفتة تقريبا أصبحت جاهزة عندنا، ما علينا إلا أن نتسناو أن الأرز يوجد لنا، وغادي نقدمه بطبيعة الحال بالشكل اللي يرضيكم. هنا اللي غنقول لكم هاد الطبق هذا كيمشي معاه حبوب الصنوبر، لكن ما عندناش، تقدروا تضيفوا اي حاجه بغيتوا، ديروا مكسرات لاي حاجه بغيتوا، فقط انتم واش عندكم بطبيعه الحال. اذا هذا هو داود باشا، طبق داود باشا، واحد الطبق كثير سهل لكن القيمه ديالو الغذائيه غنيه والطعم ديالو غني بالاخص بالبهارات اللي ضفنا ليه. واحد الطبق اللي نتمنى انكم ديروه، يعني سهل ما فيش شي حاجه صعيبه، حتى الطريقه ديالو كثير سهله بطبيعه الحال. كتشوفوا هنا الارز كيبان متفتح، هنايا كل شيء مفتوح كي كتشوفوا. لاصوص فيه كاينه، الكفته كتجي رطبه فيه بالطريقه اللي طيبناها بطبيعه الحال. ما علي هنايا نقول لكم بالصحه والراحه، وبطبيعه الحال ما تنساوناش من جيم بارطاج والاشتراك، ونتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ الشيف مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.